اول شيء نباركوا للوليد صادي بمناسبه انتخابي على راس الضفاف. انا واش من حاجه نطلبها وراني شايفها باذن الله انه رجل صالح، نشهد له رانا ولد مدينه نعرف ولد عائله، وموش دخل في هذا المركز على جال منصب ولا جال، دخل باش يخدم كره. نظر عنده 21 بن جاء على جالها، ان شاء الله باذن الله يوفق ربي باش يخدمها. وهذه 18 شهر هذه جيت مرحله انتقاليه، وبربي ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. النقاط اللي لازم يبدا بها هي التغيير الجذري على مستوى الاتحاديه. تغيير، هناك فساد والناس كل تعلم بالفساد، الناس يعاونوه، وان شاء الله يعني باذن الله ينجح ان شاء الله. يعني راني شايف فيه طريق النجاح، خطرش له بدانا النجاح في 2007، راني شايف هو اللي بدا النجاح في مدينه سطيف، هنا هو اللي بدانا حيانا الكره الجزائريه من وفاق سطيف للمنتخب الوطني. كان انسان ونعرفه، انا شخصيا نعرفه، ربي يوفقه ان شاء الله. هذا واش غنقول لك، الله غير يعاونهم باذن الله بزاف، خطرش له الانضباط في العمل، يعاونهم مع بالماضي وذاك باذن الله، وكان مجموعه ان شاء الله يخليهم يخدموا برك. هذا واش نطلبوا رب العالمين، وحين رؤوس الفتن هذاك مكان، هذا واش نطلبوا. غير شاب وطموح وخدام، وان شاء الله هذو اللي جابهم احنا ما نعرفهمش باذن الله راه يعرفهم، ماهيش من ولا، راه قال لك انسان جامعيين وخاطين فساد، ان شاء الله يقدروا رب العالمين على 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 الحق برك هذاك مكان. طازج حلة جديدة وذوق اروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.